شاء الله احنا مشينا حتى العشاء نقول لكم ديما باستمرار والشيء اذا تكرر تقرر في كل اعاده افاده واخا تنقول لكم نعاودوا كاين ما شاء الله ما كيشعوش ولا ما كيحش عليه حتى كيتعاود مرات وجوج ثلاثه عاد كيكا ديما كنقول لك انا سافرت للحج 9000 كيلومتر بالطوموبيل انا وصاحبي عندو الطوموبيل مشينا للحج بدل مشينا للطوموبيل مشينا للبر ما شاء الله نحجو بر مشينا لوجده قطعنا الطريق 18 طريق في البر الحج طريق الطيار ولا البحر طلعنا للضربين لقينا واحد البابور كيقولوا قريه نص طلعنا الطوموبيل قلع البابور دخلنا للبحر الصاله الله اكبر ما كاينش داك الصاله ولا حتى ننزلوا لا 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 كل شيء موجود في البابور فيه الماء فيه القبله القبله تجي والبابور اللي هاجي ماشي شغل اينما كنت موجود صلي ركعتين كاع غير ركعتين كفي عليك الله تعالى ماشي كثير غير ركعتين شهر الرباعيه غير ركعتين العصر غير تترجع للمغرب خمس ايام وحنا غاديين في الطريق في البحر نزلنا ليبيا سريعه كلها زنقة زنقة شيبر شيبر ضعف ضعف كي قال لك طرات كل فار كلها صالة عاود طلعنا من ليبيا ايوا طوموبيل تنطي حتى لميسرة عاود اردن ميسرة كلها دوزنا على الصلاة وارب سات خاطر ورجعنا سريع وما قتلتنا الصلاة انك تعاون بها في السعيد والصبر والصلاة كتعاون مشاكل الحياة كتصلي في المشاكل ديالك كدير داك المشكل ها ومشكل اخر ها وكتدفع داك المشكل ها والمشكل ها وكتحط له الصلاه ديالو في اوقاتها ان الصلاه كانت علم كتابا في السفر في الحضار في المنشط في الفرحه في الترحه الصلاه هي الصلاه ما بقيتش نتكلم على الصلاه خلاص يا سلام الناس عارفين في الصلاه في السفر وتعرف الصلاه في السفر صعيبه لماذا سمي السفر؟ لانه يسفيرو عن عبد صاحبه الا بغيت تعرف الانسان سافر معاه على سيدنا عمر يعرف واحد الراجل واش قبيح ولا مليح يا سلام قال له شكون فيكم يعرف فلان شي راجل في المستوى المطلوب نحطو يحكم على الناس شكون كون صادق امين لا يخاف الله يرسل السريه ويقسم بالساويه ويعدل في القضيه شكون فيكم كتعرفوه ما شاء الله يخاف الله شكون فيكم بقيت نشوفو واحد انا كنعرفو مزيان قال له مزيان ماشي قال له خبز منك شادو زكا صافي قبل الزكيه لا قال له سافر سماعي قال لا قال لي هرجع ورفع قال لي لا قال لي هل عاني تاهو بدينا والدرهم هل انتي حال اليوم هل انتي حال عبد اليوم بحد الناس كتسالنا قالوا كريسك عروق ما عنديش وامشى عود حسناتك 5000 فرنك الا ديتيها له مشات لك شحال تخلصها له كليتك حتى اللي هي تبعني اخويا ما اش تقول لي داير مليون وجوج ثلاثه اش كتقول لي ارفع على 7 مليار ايوا صافي الناس الجاهل الجاهل ديال القرن 20 اقبح جاهليه اقبح اصعب من العصر اللي كانوا كيعبدوا فيه الناس الحجر هذوك الناس اللي كانوا كيعبدوا الحجر ما شاء الله شنو خرج منهم عباد الحجر قادات وسادات البشر منهم عمر قادات وسادات البشر وكيسوقوا الغنم رعاة الشاة والغنم ولاو زعماء الامم هنا كانت فيهم خصال كان الصدق عند العرب في الجاهليه اللي كذب كيطيح لهم قيمته في الجاهليه كيشربوا الشراب ديال الحجر علاش الله خلاهم كيشربوا الشراب انه فيه خصال المهم هي العقيده يا عبد الله ما يشكوش به خليهم يشربوا تا مشكل كان تا مشكل في 13 عام وكيصلي مع رسول الله سكراني او لا كيصلي كيكونوا كيسكروا كيعز الصلاة الله اكبر كنضرب التيتو ان العرب ما يقدرش يقطعش عنده 100 سميه اسقينا الخمر وغدا امري ابا عمرو اسقينا الكاس المدام او بنتي هاتي بنتي السلافه كيعطوا للسلاف 100 سميه عطاو ان العرب كانوا اقحى في اللغه ما عرفوش اللغه بحالكم ديال القراوات في المدارس اكل شرب النحو كاع ما كانش شو دار النحو ابو الاسد دؤلي حنا بالنسبه للعرب حنا جوع حنا دابا عرب فين الشعر ديال العرب فين الغيره ديال العرب فين الفصحه ديال العرب فين اش كنعرفوا في العربيه فاش كنقولوا دارجه سقيفه مقطع الا بغا يودعك الانسان تيكلم بسبعة اللغات صافا الحمد لله اديو ان شاء الله ما بنا شي سالي او وي او بنا شي باي باي إيه. السلام عليكم ايه واقع سباتوس برديلا ما قد تكون حتى اللغه ما كنقول اللغه القحه الصليقه كاش تخرشيش ما كينطق بحاجه كيعطيها الاسم ديالها ديالها الحقيقي ديالها اذا كانت كلبوره كلبوره ولا كان كذا كي هكاك الخمر تيقول له عطاو الخمر 100 سميه السلافه مثل العنقود الكاس المدام كذا ربي خلاهم هنا فيهم خصال شهامه بطوله نخوه غيرها العيب ايه صحتي شكون هي امي معاويه رضي الله عنها زين هذه شكون هي امي هين رضي الله عنها هي سلمات دار عمر رسول الله خطبه ديال النساء وصل للزينه قال ما تزينوش قالت له هذه زين هذه امي معاويه عاد دخلت الاسلام قالت له رسول الله قال لي الحره تزني ابدا ابدا العرب حاشا
واش بنت الاصل طيح بالقيمه ديال عائلتها وتمشي تخرج تفاسد على ابدا عند اخوتها احرار رجال كذا وريحه اختي انا طير براس ما يرضاش اي هذه هين عاد سلمات حديث عاد بالاسلام لما خطب عليهم رسول الله خطبه ديال النساء قال لهم راه الوطن ليكم الزينه ديال الفساد هذيك ديال ما بقاش الخمر ما بقاش كذا ناض سيدي واش قلت له يا رسول الله الحر هذه بنت الاسره بنت العائله زني زعما هما في العرب ما كانش شي هذا لا غير ديك اللي بعد اصل ما عندها الناس ما تحشم لا بوها ولا خوها ولا بلا قطع من جابها واد دخلت القريش كانت معاهم خدامه كدا لها اما بنت الحر حاشها اي ما كانش فيهم خصال غير على العيب بحال هكا العقيقه الا زادت له بنت ما يديرش عقيقه تيق فيها ماشي تيكرمها تيق فيها ها اذا بوشير احمد ضل وجهه مسود هو ما كيرضعش هاي هاي علاش قالك النبي انما بعثت للتميمه ماشي اللي بيعلم تم الشراب كيف والو حتى المدينه عاد ما بقى يصلوا يسكراني عاد مزات يا ايها الذين امنوا في المدينه ما جاش مكه يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه انتم تا تعلموا مين طلع الايمان ولو من حقا نادو كيدابجو مسكرانين سيدنا عمر قال يا ربي نزلنا في الخمر بين شاف شي ايات حرموا هي نزلت سوره المائده يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسير وانصاب واسلام رجل كيسكروا قال له مؤمن سمى الله مؤمن كيضرب التينتو سمى الله مؤمن كيبيبري مؤمن يا ايها الذين امنوا يا حرف نداء يا المؤمن يا اللي كتبيبري راه ما بقاش البيبر اللي تاع الدابا خرج من البيبر خرج من عيشه طويله ولا تمر قصيره